الفترة دي هي الفترة بقى خلاص، لأن كل المدربين كل الإدارات بدأت تلتفت إلى إنه إحنا هنعتمد على الرجال اللي طالع، الشباب اللي طالعين ومتعلمين ودارسين يعني. وهو ده اللي انا عايز اقوله، يعني الخطوات بتفرق. لكن انا يمكن من الحاجات اللي انا قلت لازم اساعد نفسي اكتر، ان انا كانت الدورات هنا مقفوله بشكل كبير جدا، فالحمد لله بصيت لبره شويه، بصيت بره الصندوق شويه، فطلعت على دبي الحمد لله، خدت السي الاسيوي، ودي برضو من الحاجات المهمه جدا. وللامانه ناس محترمه جدا وفكر محترم جدا، مع ورش عمل مع مدارس هولنديه كويس وبرازيليه في الامارات، دي برضو من الحاجات اللي ساعدتني بشكل كبير جدا. لكن انا مش عايز اسبق الخطوه بتاع كابتن حسام، لان للامانه هو كان مديني مساحه كبيره جدا في الشغل، ودي من الحاجات اللي انا بحمد ربنا عليها. يمكن انا لما اشتغلت مع كابتن سيد غريب خدت مساحه كبيره جدا جدا، ساعدتني ان انا السنه اللي بعدها ابقى مدير فني على بتفرق طول، صحيح بتفرق. جدا جدا يعني. طب وبعد قول لي انت كده دلوقتي بتفكر في ايه؟ انا الحمد لله في اكتر من عرض للامانه، الحمد لله في ممتاز به، ما شاء بس الله. لسه يعني. بص انا عايز انجح، وزي ما انت بتقول ان في اسماء على الساحه دلوقتي كلهم شباب يمكن من جيلي، احمد رؤوف بسم الله ما شاء احمد الله رؤوف ما النهارده شاء الله، بصعد وببارك له البلديه اهو، على الهوا، يمكن هو ومع ومع عامر صبري، عامر عامر صبري. صبري، فدي من الحاجات الكويسه جدا. مش هننسى امير عزمي برضو في نادي السكه، عمل السكه نتائج كويسه جدا، عمل يمكن مجهود بنفس كبير. لحد ايوه في حسام، كابتن حسام عبد العال في تكرنس لحد ايوه الاسبوع الاخير بينافس. فيعني مش عايزين ننسى اسماء كتير، لكن في كتير جدا يعني، احمد عيد، عبد الملك برضو، فكل دي بتساعد ان احنا يبقى لنا دور الفتره ان الجايه. شاء الله باذن الله. فبالفعل الحمد لله، يمكن الفتره دي الحمد لله في اكتر من عرض، بس لسه مستني انا اشوف موضوع، لان انا عايز انجح، فعايز اشتغل في منظومه تنجحني. ان انا شاء الله اتعودت على النادي الاهلي، فانا عارف اسباب النجاح تبقى ايه، فمستني اشوف بس ان شاء الله الخطوه الجايه بنختار افضل حاجه. يمكن الحمد لله كمان، يمكن كنت من ايام بسيطه قاعد مع شركه محترمه، يمكن الحاجات دي ابراهيم الامانه فرق كتير جدا، هقولها بالشكل البلدي شويه، في السوق المصري او في السوق الرياضي المصري. يمكن في شركه محترمه جدا جدا برضو، قالوا ايجيبت، دي من الشركات المحترمه، شركات الاستثمار المحترمه، قعدت معاهم والناس عندهم مشروع محترم بيتكلموا بشكل كويس جدا، يمكن مستر محمد علاء ومستر وائل علاء، فان شاء الله يكون في حاجه كويسه قريب. برضو في برضو شركه درايف دريم، دي برضو من الشركات المحترمه جدا، يمكن تقريبا انت عندك فكره عنها، عاملين شغل هايل شغل هايل، هايل، اكاديميه ودي برضو من كبيره. المنظومه المحترمه جدا جدا، مستر محمد وصفي واسلام مجاهد برضو. عايز انت تبقى في يعني، ما انا بقول تروح لك في الحته دي. هي دي، في يعني في اتجاهين، مش هقول مختلفين، لكن في اتجاه، خصوصا الحمد لله انا عندي الناحيه الاداريه بقت بشكل كويس، لان انا لما اشتغلت مدير فني لاكاديميه النادي الاهلي وكنت مسؤول عن 4 فروع، في عدد بتتكلم في عدد اكتر من 300 او 400 لاعب في 4 فروع مختلفه، فبرضه الحمد لله مع الناحيه الفنيه موجوده، الناحيه الاداريه برضه بقت موجوده، صحيح. فعندي الاتجاهين. لكن ده مشروع محترم جدا جدا، قالوا ايجيبت ودرايت وترين، لان هو ده اللي السوق المصري فعلا محتاجه، صحيح. فالناس عندهم منظومه محترمه. ان شاء الله الخطوه الجايه والفتره الجايه بنشوف افضل حاجه. يمكن انا ما قعدتش مع مستر محمد وصفي ده كتير جدا، لكن بسمع عنه كلام كويس جدا، من اكتر من اخ بالنسبه لي، كابتن صبري الفيومي ده بيشكر فيه. انت اكيد عارف المنظومه، ايوه بيعدوا اللعيبه صغيره، وعندهم كمان اكتر من جهزوا. نادي بره مصر، فكل دي حاجات محترمه، مش بتساعدني انا، بتساعد اكتر، بتساعد كل المدربين اللي عايزه تنجح، بتساعد حتى اللعيبه. يمكن احنا زي ما بنشوف كابيتانو مصر، زي ما بنشوف سيتي كلوب في كل المحافظات دلوقتي، ايوه فكل دي حاجات كلها مشاريع تقدر. هتطلع طبعا لنا، طبعا اولاد يعني، بص حلوين، ونستثمر كمان في اللعيبه، في المدربين بتوعنا. هو ده النقطه اللي بتكلم فيها، يعني زي ما شفنا الكابتن ايهاب جلال ما شاء الله يعني، وشفنا اسماء كبيره جدا في الفتره الاخيره، وزي ما احنا بنتكلم دلوقتي على امير عزمي وعلى احمد عبد الرؤوف وعلى كابتن ايمن عبد العزيز، كل دي اسماء بتساعد، بتخلي الناس عندها ثقه، تخلي الناس عندها ثقه، لا ايه المشكله دلوقتي خلاص بقى، ان شاء الله مع باذن الله. احترامنا الكامل لكل طبعا المدربين الكبار اللي بنتعلم منهم لحد دلوقتي. فان شاء الله الخطوه الجايه بنشوف افضل حاجه، وان شاء الله يكون خير يعني باذن الله.